النهاردة في حاجة كده، فكرة كده اتعلمتها وحابب ان انا اشاركها معاكم. والفكرة دي هي garbage in garbage out. طب ايه بقى ده؟ هو الاول ده مصطلح جاي من الكمبيوتر ساينس او الماشين ليرنينج، بس احنا هنستخدمه النهاردة في حاجة تانية. يعني ايه garbage in garbage out؟ المصطلح ده معناته انه الكواليتي او جودة الاوتبوت بتتحدد بجودة الـ input. طب ده برضو معناته ايه، او انا عايز اقول ايه من كل ده؟ انا عايز اقول ان تصرفاتنا، كلامنا، اختياراتنا، سلوكياتنا، كل حاجة في حياتنا بنختارها او اي اختيار في حياتنا بيكون مبني على البيئة اللي احنا عايشين فيها، بيكون مبني على الكتب اللي بنقراها، الأفلام اللي بنشوفها، الناس اللي بنتعامل معاهم، أي حاجة بنشوفها أو بنسمعها. نحاول إن احنا نرتقي، نحاول إن احنا نختار دايما الحاجة اللي هترتقي بينا، ما نسيبش نفسنا لأي كلام نسمعه أو لأي حاجة نشوفها، ما نسيبش نفسنا ان احنا نعرض نفسنا لحاجات، مش لحاجة رديئة، ما نسمعش اي مزيكا، ما نسمعش اي كلام، ما نسمعش لاي حد. لازم نختار جودة اي حاجة بنتعرض لها. عايز اقول كمان ان احنا طول الوقت بنملى روحنا وعقلنا بحاجات، سواء بشكل واعي او غير واعي، طول الوقت طول الوقت. حتى انت لو ماشي في شارع مثلا، كل حاجة انت بتشوفها في الشارع ده بتتخزن في صور جوه عقلك، فده يعني بيبقى له نتيجة بعد كده على أي اختيار بتختاره أو على تصوراتك أو على خيالك حتى. كمان في مقولة كده ليها علاقة بالحكاية دي، قريتها وعجبتني، والمقولة دي هي التفكير هو إعادة تدوير الأفكار. أنت لما بتيجي تاخد قرار أو بتيجي تختار اختيار بتفكر. طب التفكير ده أصلا بيكون مبني على أو بيكون عبارة عن إعادة تدوير الأفكار اللي عندك أصلا، الأفكار اللي عندك أصلا. فأنت الأفكار اللي عندك دي جاية منين؟ يا إما أنت يعني سايب نفسك كده لأي حاجة فعندك أفكار رديئة، أو بتحاول إن أنت تختار كويس قوي أنت بتتعرض لأنهي أفكار، بتعرض نفسك لأنهي كوميونيتي أو أي يعني الناس اللي انت بتحاول ان انت بتكوميونيكيت معاهم او بتقرب منهم او بتحتك بيهم، افكارهم عاملة ازاي. ما تستناش نتيجة بعيدة عن كده، ما تستناش حاجة مختلفة كتير عن اللي انت بتعرض نفسك ليه. فخلاصة الموضوع كله، طول الوقت حاول ان انت طول الوقت تختار اللي انت بتعرض نفسك ليه، اللي بتشوفه، اللي بتسمعه، اللي بتقراه، يعني اي حاجة في حياتك تحاول ان انت ترتقي بيها. يعني حتى مثلا انت لو رايح بتتمشى قدامك اختيارين، شارعين ممكن تمشي فيه، مختار الشارع الانظف، الشارع اللي ممكن يكون في حاجة ممكن تكون اجمل او كده. لو انت مثلا هتشوف فيلم، حاول تشوف فيلم يكون فيه محتوى، يكون فيه فكرة، يكون فيه، ما يبقاش مجرد كده وخلاص. يعني أنا مرة كنت قريت حاجة كده لمخرج سينمائي، كان بيقول إنه يعني المخرج لما بيجي يعمل فيلم، الفيلم ده مش هيكون بعيد قوي برضو عن اللي هو شافه، عن الأفلام اللي هو شافها بتبقى نفس الفكرة. فهو لو بيشوف أفلام رديئة المنتج بتاعه مش هيكون بعيد قوي عن الرداءة دي، ولو بيشوف أفلام عظيمة وأفلام ليها رسالة وأفلام ليها محتوى وفكرة، أكيد برضو هيبقى المحتوى أو الأفلام اللي هو بيخرجها أو بيعملها هتبقى برضو في الأريا دي، في السكة دي. بس كده، دي كانت فكرة النهاردة، يا رب تكون مفيدة ليكم. سلام.